حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن ثور بن يزيد عن نصر عن رجل عن عتبة بن عبد السلمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف أذناب الخيل وأعرافها ونواصيها وقال: أذنابها مذابها وأعرافها أدفأها ونواصيها معقود بها الخير إلى يوم القيامة حسن اسماعيل بن عمر وحسن بن موسى قال حدثنا حريز عن شرحبيل بن شفعه الرحبي قال سمعت عتبه بن عبد السلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يموت وقال حسن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلمين يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثاء إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل حسن عبد الله بن الحارث حدثني ثور بن يزيد عن نصر عن رجل من بني سليمين عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جز أعراف الخيل ونطف أذنابها وجز نواصيها وقال: أما أذنابها فإنها مذابها وأما أعرافها فإنها أدفأها وأما نواصيها فإن الخير معقود فيها حدثنا عصام بن خالد حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أيوب حدثني عبد الله بن نسج الحضرمي قال حدثني عتبة بن عبد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال فرمي رجل من أصحابه بسهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب هذا وقالوا حين أمرهم بالقتال إذن يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا ، إن هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا ، إن معكما من المقاتلين. حدثنا علي بن بحر حدثنا هشام بن يوسف حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عامر بن زيد البكلي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة ثم قال الأعرابي: فيها فاكهة قال: نعم وفيها شجرة تدعى طوب فذكر شيئًا لا أدري ما هو قال: أي شجر أرض لا تشبه؟ قال: ليست تشبه شيئًا من شجر أرضك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت الشام؟ فقال: لا. قال: تشبه شجرة بالشام تُضع الجوزة تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها. قال: ما عظم أصلها؟ قال: قال: لو ارتحلت جذعة من ابل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما قال: فيها عناب قال: نعم قال: فما عظم العنقود قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يعثر قال: فما عظم الحبة قال: هل ذبح أبوك تيسًا؟ من غنمه قط عظيما قال نعم قال فسلخ إهابه فأعطاه أمك قال اتخذي لنا منه دلوا قال نعم قال الأعرابي فإن تلك الحبة لا تشبعني وأهل بيتي قال نعم وعامة عشيرتك حدثنا علي بن بحر حدثنا بقية بن الوليد حدثني نصر بن علقمة قال حدثني رجل من بني سليمين عن عتبه بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقص نواصي الخيل فان فيها البركه ولا تجز اعرافها فانه إطفاؤها ولا تقص اذنابها فانها مذابها حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا حريز عن شرحبيل بن شفعة قال: سمعت عتبة بن عبد السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوا من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. حدثنا هشام بن سعيد حدثنا حسن بن أيوب الحضرمي حدثني عبد الله بن ناسج الحضرمي وكان قد أدرك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فمن دونهما عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قوموا فقاتلوا قالوا نعم يا رسول الله ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: انطلق أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن انطلق أنت وربك يا محمد فقاتلا وإنا معكما نقاتل. حدثنا هشام بن سعيد حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال: حدثنا عبد الله بن ناسج الحضرمي عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قوموا فقاتلوا قال فرمي يا رجل بسهمين قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب هذا. حدثنا حيوة بن شريح حدثني بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبه بن عبد انه قال ان رجلا قال يا رسول الله لعن اهل اليمن فانهم شديد باسهم كثير عددهم حصينه حصونهم فقال لا ثم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعجميين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مروا بكم يسوقون نساءهم يحملون أبناءهم على عواتقهم فإنه مني وأنا منهم حدثنا حيوة ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله قال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهمين لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب فأتينا بزاد من عندي أمنا فانطلق طلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل الطيران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه أهو هو قال نعم فأقبلا يبتدران فأخذان فبطحاني إلى القفا فشق بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا فاخرج منه علقتين سوداوين فقال احدهما لصاحبه قال يزيد في حديثه ائتيني بماء ثلج فغسل به جوفي ثم قال ائتيني بماء برد فغسل به قلبي ثم قال ائتيني بالسكينه فذرها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه حصه فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة وقال حيوة في حديثه حصه فحاصه واختم عليه بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة وجعل ألفا من أمته في كفة فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم ثم انطلق وتركاني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته فأشفقت علي علي أن يكون ألبس بي قالت أعيذك بالله فرحلت بعيرا لها فجعلتني وقال يزيد فحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي فقالت أو أديت آمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك فقالت إني رأيت خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لا حقره يوم القيامة حنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نوفير عن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم ولودع أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب حثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عتبه بن عبد السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول اصحاب الطاعون نحن شهداء فيقال انظروا فان كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا ثور بن يزيد، حدثني أبو حميد الرعيني قال: أخبرني يزيد ذو مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فما تقول؟ قال: ألا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني. قال: نعم، إنك تشك ولا أشك إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة قرنها من أصلها والبخقاء والمشيعة والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة قرنها من أصله والبخقاء التي تبخق عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا وعجزا والكسراء التي لا تنقي لا أبي أبي وحدثني أحمد بن جناب حدثنا عيسى بن يونس فذكر نحوه. حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن كثير بن مرة عن عتبة بن عبد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة" في الحبشه والهجره في المسلمين والمهاجرين بعد حدثنا حيوه بن شريح حدثنا بقيه حدثنا محمد بن زياد او حدثني من سمعه قال حدثني يزيد بن زيد الجوزجاني قال رحت الى المسجد فلقيني عتبه بن عبد المازني فقال لي اين تريد فقلت الى المسجد فقال ابشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يخرج من بيته إلى غدو أو رواح إلى المسجد إلا كانت خطاه خطوة كفارة وخطوة درجة دثنا هيثم بن خارجة أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك السلمي عن لقمان بن عامر الوصبي عن عتبة بن عبد السلمي قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني ألبسهما وأنا من أكسى أصحابي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن صفوان يعني ابن عمرو عن ابي المثنى عن عتبه بن عبد السلمي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل ثلاثه رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل الله حتى اذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة ورجل مؤمن قرف على نفسه ، من الله الذنوب والخطايا ، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل محيت ذنوبه وخطاياه. إن السيف محاء الخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل أفضل من بعض ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتله في سبيل الله حتى يقتل فإن ذلك في النار السيف لا يمحو النفاق حدثنا يعمر بن بشر حدثنا عبد الله أخبرنا صفوان بن عمرو أن أبا المثنى الأملوكي حدثه أنه سمع عتبة بن عبد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل ثلاثة فذكر معناه حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال كان عتبة يقول عرباض خير مني وعرباض يقول عتبة خير مني سباقني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسنة